من جهة أخرى لاحظت بألم ولاحظ معي كل حر من أحرار هذه الأمة المرحومة أن هناك تعبئة. ما يجري الآن هو نوع من التعبئة، نوع من التجييش، نوع من إحماء النفوس والصدور أيها الإخوة، وضخ دم فوار في عروق الحزبية والمذهبية والطائفية. من أجل ماذا؟ واضح جدا كما أقول دائما، لا يحتاج إلى ذكاء كبير حتى تفهم، من أجل أن تشتعل المنطقة بحرب جديدة. يراد لأعداء الأمة أن يسعروا نيران هذه الحرب الآن بنا نحن وقودها، ليس وقودها الحجارة، لا وقودها الناس، سنة وشيعة. وباسم سنة وشيعة ستخاض هذه الحرب. سأقول كلمة الآن للتاريخ مستبق الأحداث، وأسأل الله أن يكذبني القدر وألا يحدث شيء من ذلك، فأطلع أنا أي غلطان ومش فهمان ووهمان، وهي الأمة تدفع ثمنا باهظا من دمائها وحيوان أبنائها وبناتها. أيها الإخوة، ممكن تخاض حرب أيها الإخوة، وبدل أن يخوضها العدو الأجنبي، لا، يخوضها المسلم الشيعي ضد أخيه السني، والسني ضد الشيعي، والحرب هي حرب غربية. طبعا ليش لا، حصل قبل ذلك شيء قريب من هذا، الاتحاد السوفيتي كسروه كما يقال، دمروا وحطموا بالسواعد وبالأرواح الإسلامية، حرب إسلامية طلعت هي حرب إسلامية أمريكية، أمريكا تنهي الحرب ومدعومة. وما شاء الله رأينا الأنظمة التي تخدم أمريكا في السر والعلن المستهامة بالعشق الأمريكي، تجند هؤلاء الشباب وفي المساجد وفي الكتب وفي المنابر والتبرعات والتجيش والمعسكرات والمطبوعات والبروشورات، ماشي جهاد باسم الجهاد، الجهاد تطلع جهاد زي إسلامي أمريكي. والآن إن شاء الله شيء قريب من هذا، نريد أن نصفي هذه الأمة بعضها ببعض، بعضها في بعض. ليه يروح جندي غربي يموت؟ لا، يروح جندي مسلم بلحية متمسلف يقتل الكفار الزنادقة الشيعة، ويتحرك واحد شيعي يقتل الوهابية الملاعين السنة، وهكذا يقتل بعضنا بعضنا وهم يتفرجون. ما شاء الله، الآن هناك نوع من السياسة لخدمة هذا الاتجاه. نحن لا نؤيد هذا الاتجاه، كل اتجاه يريد أن يجعل حربنا داخل الأمة لا نؤيد ولن نؤيده بإذن الله تعالى. وهذا سر الغضب علينا، افهموا، وهذا سر الغضب علينا، افهموا، وهذا سر الغضب علينا، افهموا، كونوا واضحين مع أنفسكم مع الحقائق. هذا الكلام تبعي خطير، أعرف أنه خطير ويغضب جدا جدا، سأقوله إبراء لذمتي، سأقوله مهما كان أيها الإخوة، مهما كلف، انتبهوا. طيب واحد يقول لي وأنت تقوم بماذا؟ ماذا تفعل؟ أنا أساهم، أنا واحد كما قلت في الأمس، أنا صائح في البرية مثل أشعياء عليه السلام، أنا الصائح في البرية، لكن أحاول، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أحاول أن أنزع الفتيل، فتيل هذه القنبلة التي ستنفجر في الأمة فتأتي على أخضرها ويابسها، على أخضرها ويابسها. واحد يقول لي كيف؟ أنا أقول لك كيف ببساطة، وسأكون صادقا معكم. منطق الشيعي المحترق أنه لا تقارب، لا تعاون، لا تسالم، لا ملاينة، حتى يفهم هؤلاء الأوغاد السنة العامة والوهابية والنواصب أن يتخلوا عن كل عقائدهم التي تخالف كل عقائدي. هذا منطق مجنون، هذا مش منطق تعاون ولا مسالمة ولا نزع فتيل، هذا منطق انتحاري. ومنطق السنة أيضا المحترق المجنون أنه لا، هذا الشيعي الزنديق الرافضي أحفاد الباطنية، لا مقاربة معه، لا مسالمة، لا 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 لا، حتى يوافقني في كل عقائدي. وفي رأس هذه العقائد أيها الإخوة احترام كل الصحابة بتعريفي أنا للصحابي. تعريفك إيش يا سني؟ الذي رأى الرسول مؤمنا به ومات على ذلك، سرق، قتل، زنى، دمر الأمة، ظلمها، بهدلها، انتهك حرمة أهل البيت، طردهم، لعنهم، سبهم، رضي الله عنه وأرضاه. وفي رأس هؤلاء الظلمة معاوية، بدك تترضى عليه. هناك شبه فتاوى أيها الإخوة باستحلال دم من لا يترضى عن الصحابة، ويذكر فيهم ماذا؟ ومعاوية بن أبي سفيان، هكذا يذكر بالاسم، ما شاء الله، يعني تكفير، يعني قتل. إذا ما نترضى عن هذا الطاغية إمام جبابرة الإسلام كما سماه الإمام المقبلي، فمعناها نقتل، يعني تسفك دماؤنا. إيش الفتاوى هذه؟ إيش العقلية هذه يا أخي؟ مش معقول. فطبعا هذا كلام فارغ. نحن ماذا نفعل؟ نحن نقول للذي يقف في أقصى اليمين ومن شاء أن
يكون هو الذي يقف فيها صليما فليقف، السنة أو الشيعة لا يعنينا، نقول له هذه الوقفة الأقصوية لا تخدمك ولا تخدم الإسلام ولا تخدم المنطقة ولا الإقليم ولا الحقيقة، لا تخدم شيئا. أيها الإخوة، عليك أن تخفف من إيه أقصويتك هذه، من غلوائك، تحرك خطوة أو ثنتين نحو الوسط، تعال شوية يا أخي خفف. أنت متأكد أنه كل ما عندك حق مطلق يا أخي، الحق المطلق لله، تواضع قليلا يا رجل، شوي خطوتين، يقول خطوتين ما عنديش مشكلة، بس مش بعد خطوة. وأنت يا من تقف في اليسار، في أقصى اليسار تخفف من هذه الأقصوية، فتحرك خطوتين أو خطوة إلى اليمين جهة الوسط، سينظر الشيعي إلى أخي السني يراه أقرب إليه، يقول والله لم أكن أحسب أنه بهذا الجمال، يعني في شوية جمال مقبول، في أشياء طيبة، يبدو أنه مسلم. وسينظر السني الشيعي يقول عجيب، يبدو أن رجل موحد ليس زنديقا كما كنت أعتقد، يعني وباطنيا في احتمال أن نتحاور، هذا الذي نريده. وبفضل الله أنا أقول لكم، وادخلوا على اليوتيوب وشوفوا التعقيبات والفيدباك على محاضراتي وخطبي، سبحان الله، سنة وشيعة والشيعة أكثر، وعجيب، المفروض يكون عند السنة إنصاف أيضا. أنا شيعي وأنا أشهد الله أنا شيعي 12، ولكن بعد أن استمعت إليك بعضهم كتب قال أنا الآن سأعيد النظر في موقفي من الصحابة وسب الصحابة، أنت رجل شريف، هذا منطق شريف، هذا منطق طيب، هكذا أنا أعرف ماذا أفعل، واضح أنني أنزع الفتيل. في الحقيقة أنا لا أكذب على الحقائق، ليس هذا من حرفتي ولا من طبعي ولا من ديدني ولا أستطيعه، ما فيش، أنا لا أؤمن بشيء اسمه دبلوماسية فكرية، قد يكون هذا عيبا فيه، لا أؤمن. الدبلوماسية في الدبلوماسية في عالم السياسة، الفكر لا في دبلوماسية ولا في حلو الوسط ولا في كذب ولا في تزييف، في نهاية المطاف الحقيقة المجردة كما هي، أنا أقول لك والله العظيم لن تكون مضرة، مفيدة دائما، الحقيقة كما هي مفيدة. هتقول لي بما فيها ما تعمل أنت عليه، تعالية معاوية وإبراز حقيقته كما تراه، لقد تكون هي الأقرب إلى الحقيقة، لا أقول هي الحقيقة المطلقة، هذا يخدم، نعم والله يخدم السنة قبل الشيعة، أقسم بالله، وسوف يظهر لكم هذا، واليوم ستلمسون أشياء. لن تتحرك مسلم ولن تتحرك سني حتى تعرف حقيقة هذا الطاغية، والله العظيم هذا لعب بدينك يا أخي، لعب بتراثك. لكن ماذا أقول، كما قلت لكم سينفجر عقلي بكثرة ما فيه، يعني أنا أتمنى أن الله يعطيني قدرة على أن أدمج الزمان حتى أحدثكم 70 ساعة أو 100 ساعة متواصلة لكي أفضي إليكم بكل ما في دماغي، وحينها أنا متأكد الأكثر سيقول فهمنا، الآن فهمنا، إلى هذه الدرجة كنا مخدوعين، واليوم أعطيكم كل مرة جرعة، أن الموضوع طويل وطويل جدا، بالعكس. فالحقيقة، الحقيقة كما هي العارية، مهما كانت أليمة، مهما كانت قاسية، مهما كانت مرة إخواني وأخواتي، أنا أقول لكم لا يمكن أن تكون مضرة، دائما مفيدة والله العظيم، ودائما تخدم الاجتماع الإنساني وتخدم القيم وتخدم المثل وتخدم الروحية والأخلاقية، هذه الحقيقة، لا يمكن أن تتناقض الحقيقة، يعني مقولة الحق مع مقولة القيمة والأخلاق، حاشا لله، حتى الجمال لا يتناقض معهما. أنا أؤمن بهذا التآزر أيها الإخوة المفاهيمي، انتجريشن بسموه، التكامل، conceptual integration، التكامل المفاهيمي، يعني مفهوم الحق، مفهوم الخير، مفهوم الجمال، لا يمكن أن تتعارض وأن تتشاكس، بل تتعاضد وتتآزر دائما. فالحقيقة نافعة وأخلاقية وجميلة، وهي حقيقة، لا بد أن نفهم هذا.